عبر الهاتف مباشرة من حلب ينضم لنا الناشط الإعلامي بهاء الحلبي. بهاء مساء الخير. إذا ما بين قصف طائرات نظام وطائرات روسية، الضحايا ما بين قتيل وجريح بالعشرات في حلب، ما تفاصيل ما جرى وما الحصيلة الأخيرة للضحايا؟ أهلا بك خديجة. بالحقيقة الوضع في حلب يعتبر بالكارثي وإبادة حقيقية تتعرض لها الأحياء السكنية والمدن في حلب الشمالي والأرياف الأخرى. بداية في مدينة حلب، ما أنقله من المدينة هو معاناة كثيرة وإبادة للأبرياء الذين يتواجدون في داخل المدينة، محرقة للمنازل السكنية وقصف مكثف. نحن نتحدث عن قصف غير طبيعي في كل يوم، أي يعني تقريبا أكثر من 100 غارة و أكثر من 150 برميل والرغم بحري تسقطهم الطائرات الملوحية وأيضا الطائرات الحربية الروسية التي تقصف بغاراتها الحربية. كان هناك متجر في حي في منطقة سير الحج القريبة من حي الفردوس، وكان حصيلتها ما يقارب 10 شهداء وعدد من الجرحى نتيجة قصف مكثف وغير طبيعي. أيضا طال القصف عدة أحياء أخرى كالقاطرجي وأيضا الجزمات وطريق الباب وأيضا الشعار، وبالإضافة إلى حي كلاسة المشهد وسيف الدولة وعدة أحياء أخرى في مدينة حلب. المدينة تعرض لإبادة وقصف غير طبيعي وقصف مكثف جدا. حلب تحترق، الأسد يحرق حلب في كل معنى الكلمة، نعم. ومنذ مقارب 20 يوم إلى الآن حلب تتعرض يوميا لابتزاز. أنا أحدثك أن الطائرات الحربية تحلق فوقنا والملوحية ربما تكون آخر كلمات صراحة، لأن نعم لن بها. يتبقى أي مدن في حلب إلا وقد تعرض لغارة أو نجا بغارة من بأعجوبة. طيب، وضع الأهالي بالتحديد في حلب ما بين هذا القصف المستمر الذي تحدث عنه وما بين نقص المواد الأساسية في هذا الشهر الفضيل، كيف هو وضع الناس؟ وضع الناس صراحة سيء، لن أتوقع أن الوضع يسمح بهذه الخطورة. فهناك أحياء بالكامل أصبحت يعني مهددة بإفرازها بشكل كامل كالأحياء الشرقية التي تتعرض لإبادة. وضع المدنيين الجميع متخوف، الشوارع بدأت تخلو من أهلها تخوفها من المجازر لأنها تستهدف التجمعات، تستهدف المشافي، تستهدف الأسواق. كل شيء في حلب مستهدف، كل شيء نعم. معرض للقصف. قبل أن أنهي أريد أن أتحدث عن المعارك العسكرية الآن في ريف حلب باختصار الجنوبي. تفضل. جيش الفتح استطاع من تحرير معظم قرية خلصة، وهناك انهزام للميليشيات الطائفية ولميليشيات إيران في ريف حلب الجنوبي، وقرية خلصة استراتيجية إن سيطر عليها سيكون طريق حلب دمشق آمن للسرداب الذي يقع بين ريف حلب الغربي والجنوبي، وسيكون ممر المدنيين نعم. آمن لأن الاستهداف كان كبير جدا على هذا الطريق كطريق الكاسيل الذي يستهدف أيضا شمال حلب. شكرا لك بهاء الحلبي، ناشط إعلامي، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من حلب.